زيارة معناها هذه مش الزيارة الأولى اللي قام بها وفد من الحزب الجمهوري آه الخونة ورفيقنا أحمد أمين بن سعد في مطلب وهو دفاعه على معناها زميل او رفيق يتعرض الى مظلمه بمعناها ايقافه الفتره هذه كلها على خلفيه معناها رد الفعل اللي قام به نصر الدين وعلى معناها على في تفاعله مع وزير الثقافه مهدي مبروك في اخر معناها في اخر حضور لي في اطار معناها بعد ما نعرف انه فما, فما طلب كبير كان لوزاره الثقافه للتدخل لدى الفنان او معناها صار تدخل فيه نوعا ما من من استياء من رد فعل وزاره الثقافه في تجاهلها لمطالب معناها اهل القطاع واعضاء منتمين للقطاع نتاعها معناها زيارتنا هذه كما ذكرت هي تنزل في اطار التضامن والتعبير عن المساندة مساندة لا فقط المساندة بقدر ما التفكير كل من موقعه في سبل ايجاد وسائل الضغط ولي معناها رفع مطلب احمد أمين بن سعد في اضرابه الرمزي هذا رفعه للراي العام الواسع